في سؤال تاني يا دكتور بعدين حضرتك. ماشي، انا قلت لك لست دكتور. ماشي حاجة. معلش انت استاذنا وفرصنا. لا اتفضل يا حبيبي اتفضل. دلوقتي لو زوجة مثلا خلعت زوجها، تمام؟ اه. وبعدين هو في قائمه منقولات اللي هو في العرش الايمن دي، بعد الشر عنك يا حبيبي. مش كاتب ايمن يعني، هي مش كاتب ايمن. ايه اللي تستحق؟ هو جاب جزء من العرش ده والواجهه المنزل. هي طبعا في الخلع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتردين عليه حديقته؟ وقال الله تعالى قبل قول الرسول: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فان تصالحا على شيء جاز التصالح، إن لم يتصالحا ترد إليه صداقه إذا كانت هي المختلعة، ليس طلاقا للضرر. إن هناك فارق بين الطلاق للضرر وبين الخلع. بارك الله فيك. تمام. يعني يا دكتور، أنا بفهم السؤال دلوقتي. الحاجات يا شيخ، الحاجات اللي أنا جبتها أخدها، والحاجات اللي جبتها تاخدها، إذا ما اتفقناش يعني. بس أنت لا راجل. صح صح صح، لا جناح عليهما فيما افتدت به. لا جناح في ذلك. لا جناح، بس سيب حاجة يعني شوية، خليك زوج شوية. نعم يا دكتور. أقول يعني خليك كريم شوية. خليني كريم يعني إن أنا يعني أعطيها كل حاجة. لا ما قلتش كده. لا، هي اللي ترضاك. ففي يعني أرضيها، خليها ترضى يعني. يعني الأمور قريبة يعني. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. طب يا دكتور، هي أصلا هي من أني أشوف يعني مثلا لو منعش أولادي يعني؟ أنا مش إيه المشكلة يعني، ما تشوفهمش يا أخي، ما يكبروا تشوفهم إن شاء الله. يعني لو بتعمل فيها مثلا محاضر بالضرب، محاضر بالزور؟ لا الزور لا، ما نرضاش بالزور. لك أن تنتصر بقدر مظلمتك. إذا كان العدو الذي أمامك صائلا يصول في الشر والبغي، يلزمك أو يستحب لك أن توقفه. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. طب ماشي يا دكتور. دلوقتي مثلا لو يا شيخ دلوقتي ده مثلا لو هو مثلا دلوقتي كله بيقول لك ده مدخلاتك محاكم وكده وما تصالحش وما وخلاص ده وما دي ما تنفعش تاني، هل الكلام ده صح ولا لو في هي الان مثلا قابله للصلح او لا؟ هي غير قابله للصلح يعني، رفضت الصلح. اذا كلامك ملوش معنى، لان هي قرار الصلح بيدها. قرار الصلح؟ لا، ما اقصدش بالصلح، لا اقصد بالصلح ان هي ترجع لك خلاص، هي كرهت. لكن هل هي قابله للتخارج بالمعروف ام لا؟ هو لغايه دلوقتي في قضايا شغاله يعني، في قضايا شغاله يعني. الان اذا واحد طيب تدخل، تعالي يا بنتي انت ماذا تريدين؟ ماذا من القضايا تريد؟ انا لا اريد هذا الرجل خلاص، لا تريدينه. ماذا تريدين من بعد ذلك؟ قبل انها تتفاوض ولا رفضه؟ رفض التفاوض تماما خلاص. التفاوض انا هاخد كل حاجه بالقانون وبالمحاكم وحاجات دي. خلاص انت حر بقى، الله يعينك. لكن ايقن ان الله يدافع الذين امنوا. تمام. سلام عليكم.